على الموضوع اللي كان داز عندك في الاسبوع هذا اللي داز عليك ديالي انا اطلق الصراح ديالك الا كان ممكن انا وزير الداخليه دعاني اخوان كمل انا وزير الداخليه دعاني كان واحد جوج ديال المحامين الدار البيضاء واحد سميتو طابح كان نائب برلماني في الاتحاد الاشتراكي واحد سميتو ابراهيم الرشيدي كان درس الشجار وعدو يرجع وزير العدل وهذا محمد الحسني من الرباط معروف بالاستاذ كروط وسجلوا شكاية ضدي فسولوني على الدنيا الفلالي سولوني على الضابطة وهيبة سولوني على توفيق بعشرين سولوني على توفيق بعشرين على الريسوني على عجار على عمر الرضي ما عرفت في الاخر هذوك ملفات ديال المكتب ديالي والملفات المهنيه ممنوع على الشرطه القضائيه وعلى وكيل الملك يستوجبني حولها هذه نقدر نقول لكم ما كناش كنعرفوا بان انا محامي كخصني نخلي النيابه العامه على خاطرها انا محامي معنى ان خصني نمشي ضد المحضر ديال البوليس فقط انا محامي كنمشي ضد النيابه العامه قضيه طبيعيه طر ليهم ودعوني فدابا كنتظروا نحن من المنتظرين فنحن من المنتظرين وحنا كنشوفوا بحال دابا نحن من المنتظرين واش غادي لا لا معليش دابا انا معاكم كلكم انا كندور هكا وهكا انا ندور 360 الاخوان واللي بغاني المكتب ديالي كيعرفوا والحزب المغربي الحر كتعرفوا المقر ديالو اجي ومرحبا بكم انا كنت وزير او كنت رئيس حزب او كنت ناقب او كنت محامي ملي الصحافه كتجي كنعتبروا بان هذا واجب ديال السياسي انه يساعد الصحافه ملي شي صحفي كيجي عندي انا كنعطي التصريح ديالي بكل اطمئنان وبكل حريه لان بخصوص الوقفه اليوم على كل حال دابا الوقف اليوم الوقفه هي في الاحياء الشعبيه ماشي هنا في الاحياء الشعبيه في حال داروا في الدار البيضاء على كل حال الوقفه في اكادير ناجحه مزيان في طنجه منعوا الوصول الى ساحه الامم المتحده معنى انه غادي يديروا حتى هما كذلك في الاحياء الشعبيه وفي الرباط الوقفه راه كاينه عندكم في يعقوب المنصور عندكم في النهضه اذا بغيتوا تطلعوا تشوفوا ما تفرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس اكثر من مجرد خبر.